مساء الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا لاباس وبخير. وانتم تشوفوا في هذا الفيديو اليوم ما جيتكم فيديو خاص وحصري وهام جدا. كملوا الفيديو واسمعوا الاخبار الزينه، نقول لكم مبروك عليكم. فيها التساؤلات اللي كنتوا تسالوا فيها كيفيه حساب الزيادات، راح تشوفوا كما كنا نحسبوا بعض الفيديوهات خليتها لكم في القناه، ارجعوا ليها. وكتا راح تصب لكم الزيادات، وهل هناك رابيل ام لا، وكذلك شكون المستفيدين اللي راح تمسهم هذه الزيادات نتاع التقاعد، على لسان مدير تقني في صندوق التقاعد سيد أضرار. في هذا الفيديو راح يشرح لكم كم تساؤلاتكم بالتفصيل. اسمعوا معنا الفيديو وما تنسونيش بالاشتراك لو اول مره تشوفوا القناه، دعم القناه بالبصمات وبارطاجوا لنا الفيديو قد ما تقدروا. نخليكم مع المداخله نتاع مدير تقني صندوق التقاعد، نقول لكم مبروك عليكم مره اخرى خاوتي وبالتوفيق. نظام وطني للتقاعد، ولا مره عرفنا زيادات مثل هذه الزيادات، ولا مره خصصنا كذلك غلاف مالي بهذه الأهمية. إذن السيد رئيس الجمهورية كان قرر زيادة بنسبة تتراوح بين 10 و 15%، وخصصنا لها إذن غلاف مالي يفوق 170 مليار دينار. فالمعنيين بالزيادة هم بطبيعة الحال حوالي 3,500,000 متقاعد. ربما تسألني لماذا 7,000 وراهم؟ 7,000 بصفة عامة هما اللي مستفيدين من التقاعد في خلال الفترة الأخيرة، يعني خلال سنة 2024. وبطبيعة الحال لا، هما استفادوا من زيادة مباشرة عند إحالتهم التقاعد. لماذا؟ لماذا هذا الزيادة؟ لأنه في القانون لما نروح نصفي معاش تقاعد كاين ما يسمى بعملية تحيين الأجور، يعني الأجور اللي خضعت لاشتراكات الضمان الاجتماعي. فبطبيعة الحال لو نفترض أنه الاشتراكات الحقيقية نتاعي خلال مدة 5 سنوات الأخيرة كانت مثلا 30,000 دينار، فلما نروح نصفي معاش التقاعد أول شيء نقوم به هو عملية تحميل الأجور على أساس معدلات اللي تصدر في كل مرة بموجب قرار وزاري. القرار الوزاري اللي يتضمن الزيادة السنوية المعاشات يتضمن معاملات التحيين. فبطبيعة الحال مباشرة منذ الشهر الأول إذا كان كوتيزيت مثلا على نسبة 30,000 دينار، ربما المعاش تاعي راح يتصفى على أساس يونسيات تاع 33,000 دينار. إذن هذيك 3,000 دينار هي اللي كانت الزيادة واستفدت منها مباشرة في الشهر الأول من التقاعد نتاعي. فعلى هذا الأساس اللي رايحين يخرجوا اللي خرجوا في هذه السنة بطبيعة الحال مستهم عملية تحيين الأجور، استفادوا من معاش بمبلغ صفية على أساس وعاء اللي يفوق الاشتراك الحقيقي نتاعهم. فبالنسبة حتى نرجع لقرار السيد رئيس الجمهورية، كل فئات المتقاعدين معنيين، سواء المتقاعدين اللي مستفيدين من معاش مباشر عند السن القانوني، من معاش نسبي، من معاش المسبق، من المعاش دون شرط السن، وحتى كافة المتقاعدين المستفيدين من معاش منقول. نعم، عنده المعاش دياله يفوت 5,500,000، هل سيستفيد من هذه الزيادة أم لا؟ هذه مقررة بموجب المادة 43 من قانون 83/12، وكل فئات المتقاعدين معنيين مهما كان مبلغ الدخل تاعهم. حتى نرجع للزيادة تاع اللي توقفت في 5,500,000، فبطبيعة الحال هذا كان عبارة عن زيادة استثنائية، وين السلطات العليا في البلاد على رأسها السيد رئيس الجمهورية التفتوا التفاتة لذوي الدخل الضعيف وقرروا مساعدة هذه الفئة وتحسين من قدرتهم الشرائية. فعلى هذا الأساس كانت فيه مساهمة مباشرة وزيادة استثنائية اللي توقفت في حد معين. ولكن مع هذا مباشرة بعد الزيادة تاع الاستثنائية تاع جونفي 2023، لابد نقول أنه كانت فيه زيادة
العادية تاع مي، كانت فيه زيادة تاع سنتي 2021 و2022 اللي جاو في نفس السنة اللي كانت التكلفة تاعهم فوق 88 مليار دينار بالنسبة للسنتين اللي دفعناهم دفعة واحدة. ثم جات كذلك زيادة تاع 2023 في مي 2023 يعني مباشرة بعد الزيادة الاستثنائية اللي كان المبلغ تاعها فوق 51 مليار دينار. فبطبيعة الحال كل هذه كانت كانت قرارات شجاعة اللي ترمي إلى رفع القيمة، رفع القدرة الشرائية والاهتمام بفئة معينة من المواطنين هم فئة المتقاعدين. كل هذه الزيادة تقررت عرفانا لما قدمته هذه الفئة خدمة للوطن، وبطبيعة الحال الكل لابد نعترف لها. هاد 170 مليار خارج ال 50 مليار وال 51 مليار اللي تمت في مي راح يزيدوا، اقل واحد راح يتحصل على نسبه 10%، اكثر واحد نسبه نتحصلوا عليها هي 15%. نعم يعني المعدل معدل الزياده راح تكون حوالي اقل شويه، لا حنقول 400 متوسط الزياده، متوسط الزيادة اللي رايحة تقيس رايحة تكون حوالي 3500 دينار كمعدل. الآن بطبيعة الحال لما نلحق إلى الزيادة هذه، فبطبيعة الحال لابد نعرف أنه الزيادة ما تتزادش على المونتون نت، هذا هو الخطأ اللي ممكن نوقع فيه في كل مرة، سي المونتون بروت. يعني لما نقول زيادة 10% أو زيادة 15%، هذيك 10% نزيدها في المنحة الرئيسية، يعني قبل ما نحي منها لا كوتيزاسيون سيكوريتي سوسيال اللي هي نسبة تاعها 2% بالنسبة للمتقاعدين المعنيين، ما همش كل المتقاعدين. و ليرجي سولون لو بارام بطبيعة الحال مع الإعفاء الضريبي بالنسبة لذوي الدخل تاع 30,000 دينار وأقل، ولاباتمون اللي تكون بالنسبة لأصحاب الدخل يساوي 30,000 دينار. نعم. ولا يفوق 42,500 دينار. هذا يديني الواحد سؤال سي ضرار، مع رئيس الجمهورية أعلن عليها في ماي 2024 هذه الزيادات، دونك لي روتريتي فقتاش راح يديو يستفادوا من هذه الزيادات؟ رانا داخلين في شهر جوان، هل راح يستفادوا فيها في ماي جوان جويلي، ولا راح نروحوا حتى نهاية السنة؟ لا لا بطبيعة هذا سؤال. شوف طبيعة الحال ديرني هكذا الشيخ بلا ما قاعد تخسي في البوسطة. شوف صدقني أنا كنت نتوقع هذا السؤال لأنه دخل في اليوميات تاعي. إذا كان خرجت رحت المارشي نقضي حبسوني، قال وقتها تزيدوا لنا وقتها، دونك هذا السؤال يتكرر بصفة مستمرة. دونك بطبيعة الحال الزيادات هذه سوف يتم صبها في أقرب الأجل إن شاء الله. احنا اليوم رانا مع التحضير التقني لصب هذه الزيادات، يعني نظن مباشرة بعد ما يجي القرار النهائي حتى نحدد من يستفيد ب 10%، من يستفيد ب 15%. الصندوق الوطني التقاعد راه جاهز، الغلاف المالي موجود، دونك ما كاين حتى اذا ما داوهاش في شهر ماي تاع الشهر. هل مفكرتش تبدا باطر رجعي؟ يعني الزياده هذه منين تبدا؟ من 1 ماي. من 1 ماي بطبيعه الحال اذا كان لا بونسيون تاع لو موا دو مي بطبيعه الحال اليوم موني لو 14، دونك ابتداء من غدوه رايحين يتقاضوا المعاشات نتاعهم، فرايحين يدوها بدون زيادات لو مواد مي هذه، مي رايحين يتحصلوا على ان رابيل بور لو مواد مي وباذن الله. علاش سقسيت هذا السؤال؟ لانه يقدر غدوه ان شاء الله يروح روتيريتي وتسقسي هذيك العجوزه تقول زادوا لكم، قولها ما زادوش، كابوب يصرى مشكل بيناتهم يعني. ولا الاقل سيكو. لا افكتيفمون والله عطيت لي فرصه حتى نطمئن المتقاعدين تاعنا انهم الزياده رايحين يتحصلوا عليها ابتداء مع اطر 1 ماي، ولكن لو مواد ماي رايحين يخلصوا في جوان المعاشات تاعهم بصفه عاديه بدون زياده، دونك راح يدخل لهم ان شاء الله لو رابيل تاع لو مواد ماي. نعم. ثم يتحصلوا على المعاش الجديد ان شاء الله من المفروض ابتداء من شهر جوان ان شاء الله يتحصلوا على المبلغ الجديد. نعم.